أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله راح ناخذ محاضرة جديدة، وهي تصميم الهيدروليكي للكلفرت، Hydraulic Design of Highway Culvert. هاي المحاضرات معمولة على أساس US Department of Transportation Federal Highway Administration، إدارة الطرق السريعة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو هذا شعارها ورمزها FHWA. خلينا نشوف أمثلة على الكلفرت. هذا هو Typical Small Corrugated Metal Pipe Culvert، نوع من أنواع الكلفرت يكون على شكل بايب كلفرت، مقطع دائري ويكون محزز، وهذا يكون مصنوع من المعدن. نوع ثاني هو يكون من الكونكريت اللي نسميه احنا البوكس كلفرت. لو نجي نشوف الكلفرت منفذ بمقطع الطريق، تتذكرون بالمقدمة من شرحنا في بداية الفصل الأول أنه قلنا هو وظيفة نقل المجرى المائي من يمين إلى يسار الشارع، من يتقاطع مجرى مائي مع شارع أو مع طريق. فأحتاج أسوي وسيلة نقل تنقل المياه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. هذا مثل ما تشوفون هو البوكس كلفرت، وبعد ما يتنفذ راح يبدي ينتقل المجرى المائي من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. هذا نوع ثاني هو البايب كلفر، جاي تشوفون هاي الفتحات. هذه الفتحات أنا راح أدرسها كتصميم هيدروليكي، راح أعطي إيش قد أبعاد الفتحة الوحدة، وكم فتحة أحتاج، كم بايب أحتاج، كم بوكس كلفرت هنا أحتاج، حتى عبر المي بصورة أمينة من جهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. يعني إذا كان التصميم مالتي خاطئ، راح المي يصير بأوفر فلو، وراح يصير بهالصورة هاي، يعبر فوق الشارع، راح يسبب لي فيلر بهذا المكان. الآن نيجي نقارن بين الكلفرت والبرج. هنا راح أحكي مو كمقارنة عامة، راح أتطرق على الاستخدام الهيدروليكي للكلفرت أو البرج. مثل ما بين أمامكم، هذا هو الجسر البرج، وهاي هي القنطرة اللي هو الكلفرت. هنشوف كمقارنة هيدروليكية إيش تتضمن هنا. Comparing Culvert to Bridge, the designer must determine which type of structure is a best particular location and then decide how to analyze the crossing. يقول هنا يجب على المصمم تحديد نوع الهيكل الأفضل لموقع معين. For example, in many respects, a large box culvert begins to resemble a small single span bridge with vertical wall abutment. يعني شو يقصد هنا؟ يقول على سبيل المثال، ممكن بدل ما استخدم box culvert بأبعاد كبيرة، أقدر أعوضه باستخدام بريدج بسنجل سبان، يعني مقطع واحد من الجيردرات، وفيرتيكال وول أبوتمنت، يعني أحتاج هنا أبوتمنت وهنا أبوتمنت وسنجل سبان واحد، ممكن أعوضه بدل ما أستخدم بوكس كلفرت. Which one is preferred hydraulically, aesthetically and economically؟ يقصد ب أيهما أفضل هيدروليكيا وجماليا واقتصاديا، هل أستخدم بوكس كلفرت أو أستخدم البريدج؟ How should the structure be analyzed as a bridge؟ يعني يقصد كيف يكون التحليل كجسر باستخدام مفاهيم لجراجوالي فايرد فلو، أقصد بمفاهيم الأوبن شانل فلو، أو استخدم كلفرت بأخذ بالاعتبار الهيد ووتر بتحليل الكلفرت.
راح يشوفون هسه إن شاء الله بتقدم الشرح إنه الهيد ووتر الارتفاع مال المي في مقدمة الكلفرت في الجهة الأبستريم مال الكلفرت هي مؤثرة جدا بتحليل الكلفرت. البريج وين يستخدم؟ عندما تكون أو يكون الكلفرت غير عملي، هاي النقطة الأولى. الثانية عندما يكون الكلفرت غير اقتصادي، دي راح استخدم البريج. الغير اقتصادي احسب كميات مثلا الحفر والدفن وكميات الكونكريت المستخدم هنا بالكلفرت، راح اشوف انه مثل ما بينت هنا ممكن انه ابوتمنت هنا وابوتمنت هنا، كتب هنا وكتب هنا، وسنجل سبان يعوض عن الكلفرت اللي استخدمه. النقطة الثالثة يقول تلبية متطلبات استخدام للوصول إلى الأراضي المجاورة أو الأراضي المستخدمة land use. النقطة الثالثة لتخفيف من مخاوف البيئية، للتخفيف من المخاوف البيئية فيما إذا استخدمنا الكلفرت. النقطة الرابعة لتفادي الفيضانات floodway encroachment، لتفادي الفيضانات. النقطة الأخيرة هي لاستيعاب الجليد أو اللارج ديبري، يعني الطمى أو الحطام أو نسميه الصخور أو الأنقاض. إذا عندي هيتشي أشياء بالمجرى المائي أستخدم البريج بدل من الكلفرت. الكلفرت وين استخدمه؟ عندما تكون الجسور هيدروليكيا غير مطلوبة. بحسابات الهيدروليكية شفت البريج ما مطلوب، ممكن انه استخدم الكلفرت. Where the bear and ice potential are tolerable، يعني يكون الحطام والآيس والأنقاض تكون بشكل مقبول استخدم الكلفرت. النقطة الثالثة عندما يكون أكثر اقتصاديا، تعرفون مثل إذا كانت الحسابات أقل كلفة للكلفرت من البريج ممكن أن نستخدم الكلفرت. هاي كمقارنة شو وقت نستخدم بسيطة، يعني مفاهيمها البسيطة شو وقت نستخدم البريج وشو وقت نستخدم الكلفرت، لأن هما ذني المنشئين يؤدن نفس الغرض وهو أنه يعبر الماء من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى من الطريق. A culvert is a conduit that can be stream flow through roadway embankment or past some other type of flow construction. يقصد بقناة مغلقة تنقل المجرى المائي عبر الطريق أو من خلال الطريق أو أي عائق آخر. الكلفرت ممكن أن ينشأ باستخدام ماتيريال مختلفة مثل الكونكريت أو الستيل أو الألمنيوم مثل ما هسه راح نشوف، وأشكال مختلفة وكونفيجريشن مختلف. العوامل اللي تأثر باختيار الكلفرت: رودواي بروفايل يقصد به المقطع الطولي للطريق، channel characteristic يقصد بيها خواص القناة، flood damage evaluation الفيضانات، construction and maintenance cost يقصد بيه كلف الصيانة والإنشاء، وأخيرا estimate of service life اللي هو اللي نسميه هو عمر المشروع. تصنيف الكلفرت اعتمادا على الشكل راح نصنفه إلى Closed Conduit اللي هو يكون يأما على شكل Pipe Culvert أو Box Culvert بالشكل المستطيل أو الشكل المربع، أو يكون Arch Pipe Culvert، أو يكون على شكل بيضوي Elliptical Pipe Culvert، أو يكون Open Bottom Culvert مثل ما تشوفون هاي الأشكال. هذا الشكل يسميه Arch Concrete Box، هذا الشكل يسميه metal box، هذا عبارة عن معدن، هذا concrete، هذا low profile arch بهالصورة هاي، وهذا يسموه high profile arch، وهذا هو الارتش العادي
إذن عندي هنا خمسة أشكال للأوبن بوتوم، هنا تكون القاعدة مفتوحة بينما هنا يكون عبارة عن إذا كان كونكريت فيكون عبارة عن كونكريت مستطيل، بينما هذا يكون فقط الجدار الخارجي هو كونكريت مثلا، وهذا يكون هو البيد مال القناة مالتي. اختيار الشكل يعتمد على كلف الإنشاء. يعني شو ليش اختار هذا أو ليش اختار هذا الشكل؟ أولا لازم أشوف كلف الإنشاء. اثنين limitation of upstream waterway surface elevation، أشوف الأبستريم الجهة اليمنى من الشارع اللي يرد عبر المي من الجهة اليمنى للجهة اليسرى، الجهة اليمنى ايش قد الأبستريم water level هنا. النقطة اللي بعدها roadway impact met high، الroadway اللي جاي أنا بيه الطريق اللي جاي نشأ أكيد بمثل ما أخذته بالطرق بجريد معين بسلوب معين، هذا راح يأثر لي باختيار نوع الكلفرت. بعد الهيدروليك بيرفورمانس اللي هو الأداء الهيدروليكي، راح نشوفه بالتصميم شلون نتعرف على الأداء الهيدروليكي وشلون راح نختار الشكل المطلوب. التصنيف اللي بعده اللي هو الماتيريالز حسب المادة المستخدمة، اما كونكريت مثل ما قلنا يا اما يكون رينفورسمنت كونكريت او يكون نون رينفورسمنت كونكريت، يكون غير مسلح هذا كما بالشكل امامكم، هذا يكون مثلا مسلح اللي هو البوكس كلفرت، او يكون كوريديت ميتال، اما يكون انبوب معدني محزز من الالمنيوم او من الستيل، او يكون بلاستيك هاي دنسيتي بولي اثيلين HDPE الرمز مال، او يكون البي في سي اللي هو بلاستيك بولي فاينل كلورايد، هذا مثل ما تشوفون الصورة مالته. اذا حسب الشيب كتصنيف اول، اثنين حسب الماتيريال، او عندنا انواع قليلة الاستخدام سابقا كانوا يستخدموها اللي مثل الكلاي الستون او الوود او الخشب. اختيار الماتيريال يعتمد على شنو؟ يعني مرة ليش استخدم كونكريت، ليش استخدم بلاستيك، ليش استخدم المعدن، يعتمد على structural strength، ايش قد عندي احمال مسلطة هنا احسبها. اذا يعتمد على المقاومة المطلوبة للكلفرت للاحمال. بعد هيدروليك رفرنس، انا اريد مثلا رفرنس معينة، خشونة معينة هم اخذها بنظر الاعتبار. الديربوليتي يقصد به المتانة من ناحية الكوروجين والابريشن، الكوروجين اقصد به الصدى على سبيل المثال، والابريشن اقصد به مقاومة الحك بسبب يعني التآكل نتيجة الجريان. and constructability اقصد بها قابلية الانشاء. فهذه هي العوامل اللي تحدد لي اختيار نوع المادة المعينة بالكلفرت. هسه تصنيف ثالث هو يعتمد على المدخل، نوع المدخل اللي هو اللي يصير بالجهة اليمنى خلينا نقول مال الطريق او الجهة اليسرى مال الطريق حسب اتجاه الجريان، يعني مدخل الماء. يا اما يكون بير فابريكيتد اقصد به البريكاست اللي هو مسبق الصب، او يكون كاست ان بليس اللي هو يكون يعني المنشأ في الموقع. خلينا نشوف الأنواع مالته. بروجكتينج أول واحد اللي هو بروجكتينج كيلفرت بارلز، أقصد بها يكون الكيلفرت انبوبة الكيلفرت تكون بارزة خارج التعلية مال الطريق، هاي يسموها بروجكتينج بارلز. النوع الثاني اللي هو الكاست إن بليس كونكريت هيد وول، ها جاي شوفوها هذا هو الوينج وول او الهيد وول، ويكون على شكل كونكريت وكاست ان بليس يعني منشأ بالموقع. اللي بعده اللي هو البري كاست ان سكشن، هذا هو الدايميتر مالته، فيكون هنا هاي الان سكشن بهالصورة هاي حتى تقلل الخسائر الموجودة بمدخل الكلفرت. اللي بعده اللي هو الاند ميترد to conform the to full slope، يعني مثلا عندي هنا هاي الامباكمنت احاول ما اخليه مثل البروجكتنج،
أقطع هذا الجزء بحيث أخليه متطابق مع التعلية الترابية مثل ما تشوفون حضراتكم. النوع اللي بعده اللي هو سايتيبرت، اللي هذا جاي تشوفوه، يعني هذا الكلفرت لهنا أنا وصل، وأجي أجيب المدخل مالتي بهالصورة هاي اللي هو هذا السايد تيبرت، وهذا التوب فيو مالتي عبارة عن مقول، وهنا أنا بزاوية معينة ثم يجي جسم الكلفرت. أو عندي السلوب تابرت اللي يكون على شكل هنا نفس التوب فيو نفس الشكل مالتي، بس من أبو على بالسايد فيو راح أشوف به هاي الكسرة. هذا نوع من أنواع المداخل. إذا الكلفرت مالتي يصنف حسب الشكل، شكله كذا، وحسب المادة، نوع المادة مثلا كونكريت أو ستيل، وحسب الإلت، الإلت مثلا بروجنتيك برض، وهكذا. الكلفرت فاكشن، وظيفة الكلفرت عندنا وظيفة هيدروليكية مثل ما قلناها، وظيفة غير هيدروليكية نون هيدروليك فاكشن. الوظيفة الهيدروليكية اللي هي نقل الماء من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى من الطريق. الوظيفة الغير هيدروليكية تشمل مثلا انتقال أجلكم الله الحيوانات من يمين إلى يسار الطريق، بعدها نقل الآليات أو الزراعية أو أي شيء آخر يستخدم الفلاح من خلال الجسم الكلفرت، خصوصا في مواسم انقطاع المطر. ترمونولوجي أقصد بها المصطلحات، خلينا نجي ناخذهن واحدة واحدة قبل لا ندخل بالتصميم الهيدروليكي للكلفرت. هذا هو مقطع بالكلفرت مثل ما تشوفون، ها هي التعلية الترابية، وهذا هو البيفمنت أقصد به الطريق، خلينا نقول أسفلت، وهاي هي الشولدر اللي هي الأكتاف، هاي أكيد مائل بزاوية معينة، ويجي بعدين جسم الكلفرت. خلينا نقول المي من يجي عن هذا الأبستريم انفيرت، وهذا هو الداونستريم انفيرت. أجي أخذ شكل ثاني أرد أوضح به أكثر. الإلت يسموه الأبستريم إلى اسم ثاني هنا بالكلفرت نسميه المدخل الإلت، يعني مكان دخول الماء، والداونستريم يسموه الأوتلت، يعني مكان خروج الماء. هاي كتسمية مهمة. بعد عندي مصطلح مهم انه الاوتلت فيلوسيتي، السرعه هنا شقد، ومهمه لازم بالتصميم. ليش؟ لان هاي السرعه مهمه في تحديد هل انه هذه السرعه الموجوده تسبب ايروجين، تسبب سكور، يعني تسبب تعريه انجراف في منطقه الداون ستريم. الانبوبه البارل اللي نقصد به هو جسم الكلفرت، طول البارل كلفرت شلون نحسبه عادة؟ يحسب عادة يعني او يسموه الالسبان او الاسبان مال الكلفرت، هو عادة انه الطريق ايش قد عندي العرض مالته، اضيف له الاكتاف واضيف له السايد سلوب هذا، فراح احسب ايش قد طول الكلفرت. عندي بعد مصطلح مهم اللي هو الهيد ووتر، الهيد ووتر اللي هو يصير هنا بالابستريم، والتيل ووتر هو يصير بالمؤخر يعني بالداون ستريم، يعني هذا يصير بالإلت وهذا يصير بالآوتلت. بعد عندنا مصطلحات أخرى، شوف هسه نيجي لهذا الشكل أكثر تفصيلا. مثلا هذا هو التعلية الباكمت هاي مال الطريق، هذا هو الأعلى المنسوب اللي أعلى الكلفرت، خلينا نقول التاج كرون، هذا الإنفيرت هذا هو المنسوب الأدنى، هاي هي الأل هذا هو طول الكلفرت، بعد هذا هو الإلت وهذا هو الأوتلت، والتيل ووتر مثل ما تعرفون اللي هو يكون في مؤخر الكلفرت أو في الداون ستريم. إذا عندي الهيد ووتر إليفيشن، هسه راح أجي أشوفه وين الهيد ووتر، والتيل ووتر هذا مبين أمامكم، والأل اللي هو يمثل طول الكلفرت أو طول الأنبوبة، والاسنود يمثل السلوب اوف كلفرت قد الميل الطولي مع الكلفرت، والدي يمثل القطر الداخلي للكلفرت. هسه نجي الهيد ووت، هو يمثل العمق من الانفرت ليفل لغايه الانرجي جريد لاين. وين الانرجي جريد لاين؟ هو عباره عن
هذا الخط رسمناه باللون الأزرق، يعني هنا عبارة عن واي أو نسميه فد عمق مع المي زائد في سكوير أوفر 2G، وهنا تيل ووتر زائد في سكوير أوفر 2G. فالهيد ووتر هو المسافة من الانفيرت، انفيرت وين صاير؟ هذا هو الانفيرت، يعني هذا المنسوب، يعني هنا نقول هو الانفيرت لغاية الانيرجي جريد لاين، لغاية خط الطاقة. فشوف هسه احنا نركز، اريد اركز انه احنا راح نحسب هذا القطر، ما لنا علاقة بالقطر الخارجي، راح نحسب فتحة الماء ايش قد. فاني قياساتي وحساباتي بعد اني اعطيها للمصمم، اقول له انا اريد القطر الداخلي كذا قيمته، فالمصمم ابو الستركتشر راح يعطيني السمك مال مثلا الكلفرت ايش قد يكون. ان شاء الله تكون واضحه. فعلى هذا التعريف الهيد ووتر هو عباره عن الووتر ديف بالابستريم زائد في سكوير اوفر 2G بالابستريم، راح ارمز لها في صب يو. الفي صب يو هنا في منطقه الاقتراب يقول الكود هذا اللي هو الاف اتش دبليو اي، يقول نعتبر نقدر نعتبرها قيمتها تساوي لصفر. فاذا الهيد ووتر هو عبارة عن ارتفاع المي بهذا المكان، أي الووتر ليفل بالأبستريم ناقص الانفيرت ليفل بالأبستريم، يعني تصير هي عبارة عن هذا المقدار المرسوم أمامكم. بعد أكو شيء مهم أريد أقول لكم إياه، أنه لو نمد هذا الخط راح نشوف أكو خسائر صارت عندي، تتذكروا اللي سميناها الهيد لوسز، يعني الطاقة الموجودة هنا ما انتقلت كلها هنا بسبب وجود خسائر، منها خسائر الاحتكاك، خسائر المدخل وكذا، هسه راح نجي نتعرف عليها وحدة وحدة. فهنا نشوف خط الطاقة صار أقل بسبب وجود الخسائر، فإذا هو هذا التيل ووتر وهذا الفي بالداون ستريم مقسوما على 2G، بعدين تجي قيمة الخسائر راح تتساوى الطاقة من اليمين ثم تكون مساوية للطاقة لليسار. التيل ووتر من تعريفه هو عمق الماء بالداون ستريم، هذا مثل ما تشوفون عمق الماء اشقد بالداون ستريم هو مثل التيل ووتر. من مقيوس طبعا من الانفيرت ليفل، يعني اذا كان عندي الداون ستريم نازل هنا انا اقيسه من الانفيرت ليفل، يعني من هذا المنسوب الداخلي مال البايب لغايه سطح الماء، يمثل التيل ووتر للكلفرت. التيل ووتر هو عبارة عن ووتر ليفل بالداون ستريم ناقص الانفيرت ليفل في منطقة الداون ستريم. أنواع الفلو كنترول، يعني هنا أقصد ب راح عندنا نوعين من المتحكمات في مجرى الماء بالكلفرت. النوع الأول نسميه انلت كنترول، يكون الانلت يعني منطقة اليسرى من الكلفرت هي المسيطرة بالجريان، وهي المسيطرة في إيجاد حجم او خلينا نقول قطر الداخلي مال الكلفرت او ابعاد البوكس كلفرت الداخليه هي اللي تكون مسيطره على ذلك. خلينا نجي نتعرف عليه. يقول يحدث عندما يكون او تكون الانبوبه البارل قادر على نقل تصريف اكثر لو كان المدخل يقبل ذلك. يعني بس لك تتخيلوا وياي، يعني عندك جسر مال سيارات، اكو عندك خلينا نقول مدخل الجسر، يعني انت تعبر السياره من الجهه الى جهه اخرى، الجهه اللي تبدي تعبر بها السياره خلينا نسميها المدخل، لو كان هذا المدخل يتوسع اكثر كعبر السيارات اكثر، هذا نسميه انلت كنترول. بعد ايش عندي؟ عندي الكريتيكال ديبث راح يحدث وين؟ بالبدايه جاي تشوفون، يعني يكون هنا الواي سي راح تكون هنا، يعني معناته الجريان ايش راح يكون هنا؟ اذا هنا يكون واي كريتيكال راح تكون الواي هنا اقل من واي كريتيكال، بمعنى انه هو يكون الجريان الى نهايه المقطع هو سوبر كريتيكال. بعد يحدث عندما يكون سلوب ستيب، اكيد من يكون الجريان سوبر كريتيكال دائما الستيب سلوب هو يكون انلت كنترول، دائما سوبر كريتيكال فلو هو الانلت كنترول، بسبب انه لو يتسع بعد المدخل كان صار التصريف اكثر،
جاي يشوف هنا قيمة الهيد ووتر شلون عالية، لو كان أكبر جاي دخل بعد مي، واضح؟ لذلك نسميه هذا إلت كنترول. بعد شنو اللي عندي؟ هيدروليك كاركترستيك داون ستريم اوف إلت كنترول، يعني في هاي الحالة الإلت كنترول الداون ستريم، الخواص الموجودة بالداون ستريم من تيل ووتر من إلى آخره، هسه نجي ناخذها وحدة وحدة، ما مؤثرة، راح يأثر فقط على من يعتمد على الأبستريم إليفيشن، يعني يعتمد على الهيد ووتر مثلا، يعتمد هسه نجي نشوف وحدة وحدة هي المؤثر الأساسي والرئيسي وخلى أنه الإلت هو المسيطر. بعد العوامل الثانية اللي تدخل أنه تكون مؤثرة بالإلت تشمل الإلت شيب، الإلت كروس سكشنال أريا، هسه نجي راح نسوي جدول ونبسطها بصورة أكثر. والكلفرت اللي يكون الجريان بهيتش نوع داخل الكلفرت هو شلو، أقصد به سطحي يعني مو عميق، يعني يكون عمق المي قليل، ولذلك يكون الجريان هو سوبر كريتيكال. لو نجي نبسط العوامل المؤثرة الموجودة، عندي الهيد واتر اللي هو بالأبستريم مثل ما قلنا يأثر قيمته بالإنلت كنترول، يعني إذا زاد أو قل تتأثر قيمة الجريان، قيمة التصريف. بعد كروس سكشنال أريا أكيد راح تتأثر، كل ما يكبر كل ما يقل يأثر. بعد الشكل مالتي، هل هو بايب، هل هو بوكس، هل هو آرش إلى آخره. إلت كونفيجريشن أقصد به هل هو بروجكشن مثل ما قلنا أو نوع آخر أو المقبول إلى آخره. البرر ريفرنس أقصد به خشونة، يعني معامل مانينج الموجود هنا، سواء كانت هاي المادة كونكريت أو معدن، معامل مانينج بيقوا من بدلوا البايب، يعني جابوا بايب كونكريت وسووا تجربة خلينا نقول بالمختبر، وسووا جابوا بايب ستيل وجابوا بايب بلاستيك، لقوا انه الخشونة ما تتأثر مع ثبوت باقي المتغيرات. وجدوا ايضا انه مهما يزود الطول الخشونة والطول، مهما يزود طول الكلفرت ايضا ما راح يأثر على مقدار التصريف اللي يكون داخل الكلفرت. بعد عندي السلوب، يعني هذا الميل اكيد يؤثر فيكون عامل مؤثر، والتيل ووتر يصعد ينزل، التيل ووتر شافوش بي ما يأثر على قيمة التصريف المنقولة داخل الكلفرت. هنا عندي حالة الاوتلت، يحدث عندما لا تكون البارل او الانبوبة قادرة على نقل نفس التصريف الموجود في المدخل. يعني هنا لو تخيلوا يا الجسر، هسه المدخل ما بي مشكلة، لكن المخرج يعني شوية المخرج مال الجسر شوية يتسع عشان استوعب أكثر سيارات أو أكثر تصريف، كتشبيه هذا يعني لتقريب الصورة. هاي وحدة الجريان يكون بي سب كريتيكال، يعني هنا الواي ان الموجودة هنا، خلينا نقول الواي ان هو أكبر من الواي كريتيكال، فالجريان يكون بشنو سب كريتيكال، بمعنى انه السلوب يكون اما مايلد او فلاتر، يعني مو حاد، سلوب طبيعي. وكل الخواص الهيدروليكيه راح نشوفها مؤثره بالاوتلت كنترول. واخيرا انه الكلفرت يكون بجريان عميق وليس ضحلا مثل ما طرقنا بالإلت كنترول. هذا الجدول نفسه اللي حكينا الهيد ووتر الاريا، خلينا نشوف هنا شنو بالاوتلت، كلهن مؤثرات بالاوتلت، بس مثلا الهيد ووتر بالإلت خل تاثيره اكثر من الاوتلت، يعني مو بنفس التاثير، يعني هنا مثلا اذا زاد الهيد ووتر خلينا نقول 1 متر او نص متر، وزاد هنا 1 متر، هناك بالإلت خلينا نقول راح ياثر كقيمه التصريف مثل ما ياثر هنا، اكو تفاوت بالتاثير، وكذلك كروس سكشنال. فيعني من اقصد مؤثر مو نفس التاثير، اكيد هنا تاثير الاوتلت يختلف عن تاثير الالت. هسه عندي الديزاين كونسيدريشن، اعتبارات التصميميه. اول شيء الهيدرولوجي، الهيدرولوجيكال تتضمن تخمين الديزاين فلوريت بيست اون كلايمينتولوجيكال
يعني يقصد به المناخ and watershed characteristic، يقصد به المناخ تغيير المناخي أو المناخ وتحليل الواترشيد اللي هو الجوابي. هذا الهيدروليجيكال أو الهيدرولوجيكال ستدي تمثل الخطوة الأولى بداية تصميم الكلفرت. ليش؟ لأن هي مهمة بإيجاد التصريف. يعني أخذت المعادلة على سبيل المثال كيو يساوي سي آي أي، أجي أشوف هاي الجابية إيش قد عندي أمطار تنزل، راح تنزل للقناة أكيد، راح توصل بسبب السلوب الأمطار للقناة، وعندي إيش قد تصريف الموجود مسبقا بالقناة، واعتمد على التايم سيريد التنبؤات المستقبلية إيش قد مقدار هذا التصريف لي مثلا بعد 25 سنة، لي بعد مثلا 50 سنة، وأصمم المنشأ مالتي اللي هو سواء كلفرت أو أي منشأ آخر. هنا بالكلفرت راح نعتمد على البيك ديزاين فلو اللي هو أقصد به، تذكرون هذا الرسم اللي سميته الهيدروغراف اللي هو يبدي صعودا ثم يوصل منطقة البيك ونزولا إلى القاعدة مال الهيدروغراف. فأنا راح أخذ البيك ديسشارج بتصميم الكلفرت. بعد عندي الكونستريشن الثاني اللي هو السايد داتا أو بيانات الموقع الكلفرت لوكيشن، اللي هو يقول لك يجب وضع المجرى المائي أو يجب وضع المجرى الكلفرت بشكل مثالي في قاع القناة لتقليل تكاليف الحفر. يعني لو تشوفون هنا هذا هو المجرى الطبيعي للقناة، لو استخدم هذا المجرى الطبيعي راح يكون طول الكلفرت بهذا المقدار، بينما من سويت مجرى بديل صار عندي طول الكلفرت بهذا المقدار. فأنا يكون أعرف قيمة الكلف بحيث أنه نقل المجرى ككلف إذا كان أقل من هذه الحالة فأستخدم هاي الحالة. فلازم نختار موقع معين أو محدد للكلفرت. بعد بالسايد بالنوع الثاني الوسايد داتا يمثل الووتر واي داتا اللي هي يقصد بيه شنو؟ يقصد بيه شنو؟ يقول لك the installation of a culvert to convey surface water through a highway embankment of an change channel and waterway condition upstream and downstream of the culvert. يقول هنا الكلفرت من راح أسوي أو راح أنشئ راح يأثر على الخواص الرئيسية أو الخواص مال القناة مالتي، خصوصا منطقة الأبستريم والداونستريم. راح يساعد اختلاف الخواص الهيدروليكية، أكيد التصريف راح يختلف، أكيد السرعة قلنا البي آوت راح تختلف، وراح نشوفها هسه إن شاء الله بتقدم الشرح. إيش تشمل هاي؟ تشمل الكروس سكشن اللي هو المقطع مالتي مال المجرى المائي، القناة مالتي جقد المقطع مالتها ترابيزويدال جقد البي جقد الزيت مثلا على سبيل المثال، الرفنس جقد الستريم سلوب أقصد بيها الميل الطولي مال القناة جقد راح يأثر، إذا كان ستيب راح يصير مثلا إلت كونترول راح تكون أقطار معينة، أو يكون مايلد سلوب يكون مثلا الاوتلت هو الكونترول فراح تصير اقطار، معادلات محدده بايجاد الاقطار او ايجاد الابعاد مال الكلفرت. الرفنس او المقاومه اللي نقصد بها هنا الرفنس ايش قد الخشونه مالتي قيمتها. بعد السدمه ترانسبورت ايش قد، شنو نوع السدمه هنا، سسبيند ايش قد قيمته، العوالق ايش قد، البيد لود يعني ايش قد الرسوبيات الخشنه الموجوده بالقاع ايش قد قيمتها كم طن بالسنه. التيل ووتر العمق مال الماء بمؤخر الكلفرت ايش قد، هم هذا راح يؤثر. الرودواي داتا يشمل شنو هذا؟ يشمل البروبوزد او الاكزيست رودواي، الطريق المقترح هذا الموجود هنا، هذا طريق مقترح، هاي تعلية مقترحة راح تجي هنا تتقاطع ويا من ويا الكلفرت مالتي، فراح تأثر هذه وين على
الكلفرت كوست ايش قد راح تكون، ايش قد طول الكلفرت، ايش قد ابعاده، ايش قد الهيد ووتر الماكسيموم بحيث ما اخلي المي يعبر فوق الطريق، هيد ووتر الموجود هنا بحيث المي ما اخلي يعبر فوق الطريق، اذا عبر فوق الطريق فشل المنشأة مالتي، لازم اخلي المي كله وين يمر بالبايب مالتي او بالكلفرت مالتي. فالهيدرو كاباسيتي مثل ما قلت اند الاينمنت اللي يقصد بها الاستقامه مال الكلفرت، يعني مثل ما شفتوا بالصوره السابقه انه غيرنا المجرى المائي في سبيل قليل الكلف. يشمل هذا الكروس سكشن، هذا الكروس سكشن مالتي مال الامباكتمنت، لان من خلال الكروس سكشن مالتي اللي هو البيفمنت قلنا عرضه والتعليه و والشولدر اللي هو خلينا نسميها الاكتاف، من خلال عرض الطريق والاكتاف وهذا الاسلوب حصلت على طول الكلفرت مالتي، فهو مهم الكروس سكشن الموجود المتقاطع ويامن مع الكلفرت مالتي. بعد الكلفرت لينكت، فاكيد الكروس سكشنال هذا الموجود راح ياثر على طول الكلفرت ايش قد قيمته، مو بس ياثر على الهيد ووتر ماكسيمم، راح هنا عندي مؤثر ثاني اللي هو طول الكلفرت راح يكون ايش قد قيمته. الالاوبل هيد ووتر عامل مهم هذا اللي هو اقصد به المسافه المسموحه بمنطقه الابستريم المقيوسه من فد جزء نسميه مو اعلى الطريق لا ولكن اقل بقليل بمقدار يسموه الفري بورد، هذا مقدار الفري بورد، فهو المسافة المقيوسة من هذا المقدار اللي أشرت إليه إلى الانفيرت ليفل، هذا شو يسموه؟ يسموه allowable head water أو يسموه HW max أو يسموه maximum head water. إذن هو المسافة المقيوسة من الانفيرت بالأبستريم أو بمنطقة الإلت لغاية مسافة قلنا هي أقل من سطح الطريق، لغاية elevation هو أقل من سطح الطريق بمقدار الفري بورد. هسه نجي الهيدروليك فيسز للملك كلفرت، عندي الانلت كنترول، في حالة الانلت كنترول عندي الانسبميرج انلت، هنشوف شنو الاطوار الموجودة بالكلفرت. هسه صار عندي الانلت كنترول يعني السلوب ستيب يعني الجريان سوبر كريتيكال الى اخره، عندي حالتين اذا الانسبميرج انلت يعني عندي المدخل غير مغمور. الحالة الاولى انه يكون المدخل والمخرج غير مغمورين، والحالة الأولى المدخل غير مغمور ولكن المخرج شبيه مغمور، ها هي الحالة بالرسم مبينة، المدخل والمخرج غير مغمورات وهنا المدخل غير مغمور ولكن المخرج مغمور، هاي حالة ممكن أنه تصير. خلينا نشوف هنا ايش راح يصير. هذا هو الهيد ووتر، هي المسافة من الانفيرت لغاية سطح الماء مثل ما قلنا. بعد هذا خلينا نسميه خلينا نقول واي، عمق مع المي. هنا الواي اكيد شنو؟ يعني عندي الات كنترول فاكيد الواي ان هنا اقل من الواي كريتيكال. العمق هنا اقل من الواي كريتيكال يعني الجريان سوبر كريتيكال مثل ما بينا. وهذا هو الهيد ووتر. وهذا هو الواي ان شبيهة اقل من الواي كريتيكال ولكن بهذا المكان ايش راح يصير عندي الواي ان اكبر من الواي كريتيكال. لذلك ايش راح يصير؟ يعني هنا الجريان سوبر كريتيكال. وهنا جريان سب كريتيكال راح تصير قفزة هيدروليكية في داخل الكلفرت، واضح؟ يعني تحول الجريان من سوبر كريتيكال إلى سب كريتيكال. كلا الحالتين سواء هاي الحالة أو هاي الحالة من يكون عندي الإلت غير مغمور راح يتصرف على شكل وير، الجريان كأنما شون الوير راح يكون، فراح تحكم معادلة الوير لكيو تساوي ثابت في العرض في ال HW اللي هو يمثل هيد ووتر أس 3 على 2. يعني التصريف هنا اللي يدخل هي هاي معادلته. هاي المعادلة راح نسميها معادلة رقم 1، ضروري تثبت هذا الرقم ببالك انه هذا راح نستخدمه بالبروسيجر. من اقول لك معادلة رقم 1 يعني هي هاي المعادلة، واضح؟ معادلة الوير، معادلة الوير اللي تتطبق في حالة الإلت كنترول ويكون المدخل غير مغمور. هنا طبعا إذا كانت
إذا كان المقطع عندي بوكس كلفارت هي فهي البي العرض العمودي على الشاشة، أما إذا كان بايب ناخذ الدايمتر يعني يصير سي دبليو في الدي في الاتش دبليو اس 3 على 2. واضح؟ السي دبليو اللي سيوتبل ديزاين يقول لك اخذها قيمتها تساوي 3. يعني هسه هاي صارت معلومه، هاي الابعاد وهذا هو الاتش دبليو، اذا هاي المعادله صارت مفهومه. الحاله الثانيه انه يكون عندي المدخل مغمور. بهذه الحاله راح تكون عندي المدخل مغمور والمخرج غير مغمور، او المدخل والمخرج مغمورات. يعني هذا الرسم، هذا هو المدخل مغمور والمخرج شبيه غير مغمور، بينما هنا عندي المدخل مغمور والمخرج مغمور. ما عندي غير هاي الحالتين في حالة السبميرج إنلت. هذا هو الهيد ووتر، المسافة من الانفيرت لحد سطح الماء. هذا هو الواي، والواي هنا أكيد أقل من الواي كريتيكال، يعني هنا جريان قلنا سوبر كريتيكال بسبب أنه الإنلت كونترول. زين، بعد وعندي هذا هو الهيد ووتر، وهذا هو الواي هنا أقل من واي كريتيكال، وأكيد بهذا المكان يكون الواي أكبر من واي كريتيكال، فانتقل الجريان من سوبر إلى سب كريتيكال، حثت قفزة هيدروليكية هنا. واضح؟ بهاي الحالتين شو راح يتصرف الجريان؟ يتصرف كسلوز جيت أو أورفس. تحكم هاي المعادلة، هاي المعادلة اللي أمامكم خلينا نعطيها رقم 2. معادلة الأورفس أو معادلة السلوز جيت هي عبارة عن سي دي في الاير في تحت الجذر 2 جي، هذه هنا المسافة من المركز مال البايب لسطح الماء. وين مركز البايب؟ إذا كان هذا دي، هذا دي، فالمسافة من المركز لغاية سطح الماء اش قد؟ عبارة عن اتش دبليو ناقص دي على 2. نفس الشيء هنا اتش دبليو ناقص دي على 2. فإذا حكمتني هاي المعادلة، حيث أن الاريا اذا كان دائري باي على 4 دي تربيع، واذا كان مستطيل هذا الدي فالبعد العمودي على الشاشه هو يمثل البي، او اذا كان مربع يكون الاريا هنا دي تربيع مثلا. واضح؟ السي دي هنا هو ثابت التصريف للانيشال كالكوليشن، راح ناخذه تساوي 0.6. يعتمد هذا على الهيد كيلفرت وعلى نوع الكيلفرت وعلى الهندسية أو شكل المدخل. واضح؟ هسه نجي الحالة اللي بعدها اللي هو أوتلت كنترول. خلينا نشوف شنو الموجود عندنا بالأوتلت كنترول. عندي يكون المدخل غير مغمور، يكون المدخل والمخرج غير مغمورات، بس هذا شنو؟ أوتلت كنترول، يعني الجريان هنا شنو؟ سبكريتيكال، يعني السلوب هنا شنو؟ مايلد. واضح؟ ها هي الحالة انه عندي المدخل والمخرج غير مغمورات، يعني الجريان هنا شنو؟ بارشيال فلو. هنا الواي ان اكيد اكبر من واي كريتيكال، لان قلنا الجريان هنا شنو؟ سبكريتيكال، وهاي هي الواي اكيد هي اكبر من الواي كريتيكال. هاي هو وهذا هو الهيد ووتر، وهذا هو التيل ووتر، المسافة من الانفيرت ليفل لغاية سطح الماء. لو أضيف V سكوير أوفر 2G، هاي هي المسافة V سكوير أوفر 2G بالداون ستريم، وأمد خط من الأب ستريم لغاية لهنا، راح يكون هاي المسافة شو تمثل؟ يمثل اللوسز، يمثل الـ HL هيد لوسز. زين، هنا التصريف شلون راح يتصرف؟ يتصرف كأوبن شانل فلو، جريان بالقنوات مفتوحة، سواء كان هذا الجريان بايب بارشيال فلو بالبايب أو بقناة مستطيلة أو قناة مربعة، وقيمة الواي ان أقل من الدايميتر. واضح؟ الحالة اللي بعدها إنه السبميرج إنلت يكون عندي المدخل مغمور. هاي الحالة تنقسم حالتين، الحالة الأولى إنه الإنلت مغمور والأوتلت غير مغمور، الثانية الإنلت والأوتلت مغمورات. خلينا نشوف الحالة الأولى والحالة الثانية. هاي الحالة الأولى الإنلت مغمور والأوتلت غير مغمور، الحالة الثانية الإنلت والأوتلت مغمورات. خلينا نجي نتعرف عليها واحدة واحدة.
نجي الحالة الأولى، أكيد الـ YN أكبر من Y critical، يعني جريان هنا شنو؟ سب كريتيكال. هذا هو الهيد ووتر، وهاي هي المسافة خلينا نقول اللي هي خلينا نقول V سكوير أوفر 2G هنا، فراح يكون هذا هو الهيد لوس، وهذا هو التيل ووتر. واضح؟ فيكون هنا الجريان هو بارشيال فلو، لأن عندي هنا جزء بـ free surface. هنا عندي الحالة الهيد ووتر يكون هنا مال upstream، وإذا أمد خط منا لهنا يكون الهيد لوسز عبارة عن المسافة من التيل ووتر لغاية خط الطاقة. هنا سرعة المدخل تكون قلنا صفر، وكذلك المخرج، لأن يعني عندي هنا مغمور المخرج فراح تهمل أيضا، لذلك تشوفه ما ضاف هنا في سكوير أوبر 2G مثل هاي الحالة وهاي الحالة. قبل خذا من سطح الماء لغاية سطح الانيرجي، فقال هو هذا يمثل الهيد لوس في حالة المدخل والمخرج مغمورات. هسه نجي راح نحلل حالة حالة نشوف شو المعادلات اللي تحكمها. راح ناخذ الحالة الثانية انه المدخل والمخرج مغمورات، خلينا نشوف ايش راح يصير. اللي سميناه احنا بي 2، هذا هو الهيد ووتر وهذا هو التيل ووتر، المسافة من الانفيرت لغاية سطح الماء، المسافة من الانفيرت لغاية سطح الماء. سرعة الاقتراب V سكوير أوبر 2G سميناها V up، سرعة المخرج هنا V سكوير أوبر 2G سميناها VD، السرعة اللي داخل الكيلوات راح نسميها V. واضح؟ فيكون هنا الهيد مالته اللي يقابل هاي السرعة V سكوير أوبر 2G. هذا هو الميل الطولي نسميه S نود. فالاس نود في الال هو يمثل طول الكلفرت، وطول الكلفرت هو مائل، ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني مقدار هاي الدروب اللي هو ال في الاس نود. بعد هنا شنو اللي خلى خط الطاقه ينزل؟ سبب وجود لوسز. اللوسز تشمل هسه نجيها المدخل والفريكشن والى اخره، اذا هذا كله يدخل ضمن اللوسز، هو هذا المنع الطاقه انه ما تتساوى. واضح؟ راح استخدم معادلة الطاقة انه الجهة اليسرى الطاقة الموجودة بالجهة اليسرى تساوي الطاقة الموجودة بالجهة اليمنى، يعني الهيد ووتر زائد هاي الدروبة زائدا V سكوير اوبر 2G، كل هذا يساوي التيل ووتر زائدا شنو؟ V سكوير اوبر 2G زائدا الهيد لوس، يعني هذا كله مساوي لهذا كله. هاي هي معادلة الطاقة، حيث انه ال V هي الاب يسميه الابروتش فيلوسيتي او ابستريم فيلوسيتي، وهذا يسميه الدروب قلنا مثل ما ابينا نون ال في الاس نود، وهذا يمثل الداون ستريم فيلوسيتي، وهذا يمثل مجموع الخسائر اللي عندي موجوده مدخل الفريكشن الى اخره. هسه نجيهن وحده وحده. هسه عندي السرعه بالابستريم بالداون ستريم عاده تهمل، هذا مو أنا أقوله، هذا يقوله الكود مال الـ FHWA. فش راح أصير عندي المعادلة؟ راح أصير الـ Head Water يساوي الـ Tail Water زائد الـ Head Loss ناقص الـ Alpha في الـ S Note. شلنا الـ V Square Over 2G بالـ Upstream والـ Downstream. هسا نجي للـ Head Loss نتعرف على هاي المعادلة. Head Loss يشمل؟ يشمل الـ HE والـ HF والـ H Note. شنو هذني خلينا نشوفهم؟ الهيد الاتش ال يمثل التوتال الانرجي لوس، مثلا هنا ايش راح يمثل؟ يمثل خساره المدخل الانترنس لوس. شنو نوع المدخل؟ راح تكون له خسائر. هذا شيء يمثل؟ يمثل الفريكشن، يعني هذا مال مانينج خسائر الفريكشن بسبب شنو نوع عندي الانبوبه كونكريت مثلا الى ان تساوي 0.012 راح له خسائر معينه. هل هو ستيل إلى خسائر معينة؟ هل هو بلاستيك إلى خسائر معينة؟ إيش نوت شيء مثلي مثل الإكزيت لوس خسائر المخرج، وهذا يمثل البيند لوس اللي هو الانحناء، وهذا الجكشن لوس أو يسميها يعني التوصيلات، وهذا الجريت لوس المشبك يخلون أحيانا بمنطقة الأبستريم وبالداون ستريم يخلون مشابك
حتى يمنعون الانسداد يخلون هذا المشبك. هسه راح ان شاء الله راويكم الصور مالته. نجي هسه اول واحد اللي هو ال HE اللي قلنا هو خسار المدخل عبارة عن ثابت يعتمد على نوع المدخل في V square over 2G، وال V قلنا هي السرعة في داخل الانبوبة. ال K عبارة عن ثابت يعتمد على شكل المدخل مالتي. مثل ما تشوفون هذا هو الجدول جبت لكم اياه من نفس المانوال، هذا يمثل هنا شنو نوع مثلا بايب كونكريت، بايب ارش، كورجيت ميتال، مثلا بوكس ريفورسمنت كونكريت، شكو شكل، شكو مادة لها نوع ولها قيمة، شكو مادة لها قيمة كي اي. والفي قلنا عبارة عن السرعة داخل الانبوبة. اذا هاي انحلت مشكلة ال HE، عبارة عن ثابت يعطيك اياه بجدول في السرعة الموجودة داخل الانبوبة، يعني مقسومة على 2G اللي هو نسميه احنا velocity head. خلنا نجي نتعرف على النوع الثاني اللي هو ال HF. ال HF يشمل الفريكشن، هاي هي معادلته، هم ثابت بس هذا ثابت، مكان ال KE صارت هذا مقدار الثابت V square over 2G، حيث ان ال KU هاي يعتمد على الوحدات، انت مستخدم وحدات SI تاخذ 19.62، طبعا هاي المعادلة حفظ، وهاي المعادلة حفظ. مثلا ال KU مثلا اذا مستخدم قلنا SI وحدات المتر تاخذ 19.62، وحدات بريطانية فوت كذا راح تستخدمها 29. ال N معامل مانينج، والال هو طول الكلفرت، والار يمثل اي اوفر بي، هنا هاي الار الاي اوفر بي، حيث الاي هو الكروس سكشنال اريا مال الووتر، والمحيط هذا البي، والفي يمثل السرعه داخل الانبوبه. هنا انا بس اريد اشير الملاحظه، هذا مين جابه؟ هذا جابه من خلال معادله ماني، حيث انه الخسائر متساوي عباره عن الاس في الال. الاس من مانينج جابها، معادلة مانينج تساوي بي تساوي كي على ان ار 2 على 3 اس 1 على 2، خليتها بكي حتى اذا انت مستخدم وحدات بريطانية راح تاخذ 1.49، وحدات مترك راح تاخذها 1، مثل ما تذكروها هاي الملاحظة. فراح انا اثبت لكم هسه 19.62، انت كهومورك اثبت لي 29، انت كهومورك اثبت ال 29 شلون صارت وحدات البريطانية. فنجي ناخذ الفي تساوي 1 على ان، يعني راح اخذ وحدات المترك، اخذ اخليها بدلالة الاس حتى اجي اعوضها هنا، اربعها راح تطلع عندي بهالصورة هاي، اجيب الاس اخليها هنا، صارت عندي هذا المقدار، اضربه في 2G على 2G، عزلت هاي 2G حتى اسوي مثل هذا سكوير اوفر 2G، اسوي فيلوسيتي هيد، استثنية في 9.81 راح تعطيك 19.62، صار عندي هذا القانون. نفس الشيء راح تاخذه انت بالبيت، تاخذ الكي 1.49 وتشتغل نفس هذا البروسيجر، راح تطلع تقريبا 29 وحدات البريطانية. اذا هذا الثابت هو جابه مين؟ من معادلة مانينج. بعد عندي اللي بعده اللي هو الاكزيت لوسز. الاكزيت لوسز هو عبارة عن واحد السرعة في داخل البوبة ناقص سرعة المخرج، وقلنا سرعة المخرج هي مهملة، فراح ناخذه انه ال H نود هو نفسه ال V square over 2G. باقي اللوسز اللي هو مثلا البينت، الجكشن، الجريدز، ثاني يصير قيمهن قليلة، فممكن انه تهمل، فناخذ بس الخسائر خلينا نقول المهمة ولها قيمة اعتبارية في التصميم. فراح يصير عندي الهيد لوسز عبارة عن خسائر المدخل وخسائر الفريكشن وخسائر الاكزيت لوس. نيجي ناخذ عامل مشترك اللي هو في سكوير اوفر 2G، راح تعطيني هاي المعادلة. هاي معادلة رقم 3، من اقول لك معادلة رقم 3 حتى تتذكر معادلة رقم 3. بدلنا مكان ال HL H لانه تشارتات بالمانوال يستخدم مكان مصطلح HL يستخدم H، فحتى تعرف انه نفس المعنى. فصارت عندي المعادلة، شلت ال HL خليتها H، HW tailwater H ناقص S note في ال L، هاي معلومة معروفة شنو
والاتش عرفناها هاي معادلتها، والهيد ووتر انا الاريده، لان انا اريد اقارن، راح اطلع هيد ووتر ان اصمم اشوف هذا الهيد ووتر اللي طلعته من خلال انه مثلا اوتلت كنترول، هل انه صار عندي اكبر من الهيد ووتر الالاوبل، يعني عبر الماي فوق التعليه مالتي لو لا. واضح؟ فهاي هي معادله رقم 4. اذا صارت عندك معلوم، معادله رقم 1 هي معادله الوير، معادله رقم 2 هي معادله الاورفيس، معادله رقم 3 هي معادله الخسائر، ومعادله رقم 4 هي معادله الطاقه المستخدمه بالاوتلت كنترول. خلينا نجي للتيل ووتر شويه ما تطرقنا عليه. التيل ووتر بهاي الحاله انه من يصير عندي الالت والاوتلت مغموره، الالت واوتلت مغموره، راح يصير التيل ووتر يؤخذ كما هو. هذا هو الهيد ووتر، هذا الدايمتر، والتيل ووتر يصير اكبر من الدي، راح اسميه هنا اتش نوت، اكبر من الدي، والتيل ووتر كقيمه اسمها اتش نوت، هنقول مثلا 2 3 4، راح اخذه كما هو واخليه بالمعادله. اذا ما عندي مشكله اذا كان عندي التيل ووتر اكبر من الدي، يعني قيمته كرقم اكبر من الدي اخذه كما هو واخليه بالمعادله. لكن في حاله انه عندي الالت والاوتلت غير مغمورات، يعني يصير عندي بارشيال فلو، يعني التيل ووتر هسه راح نشوفه راح يصير اقل من الدي. فاذا كان هذا هو الهيد ووتر كما اشرنا، ولدقة الحسابات يجب ان يكون الهيد ووتر هذا المأخوذ اكبر من 3 ارباع الدايمتر اللي هو هذا الدي، القطر الداخلي اكبر من 3 ارباع، حتى تكون حسابات اكثر دقة. واضح؟ هذا هو اللوسز اذا اضفنا في سكوير اوفر 2 جي، وهذا هو يمثل اتش نوت، جاي اشوفه كقيمه اقل من الدي. والحاله الثانيه من يكون عندي المدخل مغمور ولكن المخرج غير مغمور، هم عندي بارشيال فلو هنا راح يصير. راح يصير كالحاله السابقه، راح تكون هذه هي الاتش نوت اقل من الدي. ففي هاي الحاله الاتش نوت من يصير اقل من الدي لازم احسب واي كريتيكال اللي لهذا التصريف ايش قد قيمتها. في هذه الحالة راح نطبق المعادلة نفسها، هي معادلة الطاقة تيل هيد ووتر، تيل ووتر زائد اتش ناقص اس نوت في الأل، والاتش نفسها هي عبارة عن مجموع الخسائر الموجودة هنا. بقيت عندي التيل ووتر، التيل ووتر راح اخذ في حالة البارشيال فلو، يعني في حالة انه الداون ستريم غير مغمور، راح اخذ التيل ووتر من خلال قيمتين. القيمة الأولى يا إما أخذ هذا الرقم الموجود، خلينا نقول 2.1.5.6 هذا رقم، أو من خلال هذه المعادلة إنه الواي كريتيكال زائد دي مقسوما على 2، ولازم ماي كريتيكال أقل أو يساوي دي، يعني هنا أقصى قيمة إلها شقد دي، دي زائد دي على 2 يعني تساوي دي. فيا إما اتش نوت خلينا نقول 0.6.3 يعني كرقم اللي هو أقل من دي، أو أقصى شيء دي، وأختار القيمة الأكبر من عدهن يمثل تيل ووتر هو اللي راح أستخدمه بهاي المعادلة مال الطاقة. ليش مهم هذا؟ مهم حتى يحدد لي قيمة الهيد ووتر شقد. يعني باختصار نشوف بارشيال فلو في منطقة الداون ستريم أو في منطقة الأوتلت، تقول لازم أحسب الواي كريتيكال شقد، لازم أحسب واي كريتيكال شقد وأحسبها، ورا ما احسبها اشوفها اكبر من الدي اخذ الدي، اقل من الدي اخذها قيمه زائد الدي مقسوم على 2، طلع رقم، وهنا عندك رقم هو موجود اصلا مطيك اياه بالسؤال، فانت ايش راح تاخذ؟ اكبر قيمه راح تستخدمها بحسابات الهيد ووتر. واضح؟ ان شاء الله بالبروسيجر مال الحل راح تتعرفون عليها وراح تشوفون شلون راح نتعامل وياها. عندي مصطلح اخر مهم هو اللي اوتلت فيلوسيتي. الاوتلت فيلوسيتي اللي هو سرعه المخرج، ليش مهم هذا؟ يقول مهم لمنع لارج سكور هول، انه اذا كانت عندي سرعه المخرج من الكلفرت عاليه جدا راح يسبب لي هنا انجراف مثل ما تشوفون هنا، فلازم، وعادة طبعا هاي شوف هنا قايل لك عادة الاوتلت فيلوسيتي هي اعلى من الناتشرال ستريم فيلوسيتي، هي اعلى من السرعة الموجودة بالقناة، فلازم احسب قيمتها حتى امن. اذا كانت قيمتها عالية لازم اسوي تكسية معينة، لازم اسوي فد اجراء معين بحيث امنع تأثيرها.
هسه شلون نحسب هاي الاوتلت فيلوسيتي؟ هسه في حاله الانلت كنترول، شلون نعرف هذا انلت كنترول؟ راح نشوفه بالبروسيجر مال الحل، راح نتعلم عليها بالامثله. شلون نعرف هذا هو كنترول؟ هو انلت كنترول، مو حليت السؤال وكمليت. اخر شيء راح اقرر اقول يابا هذا الكلفرت لهي الطوبوغرافيه لهذا التصريف لهذا الاسلوب راح يصير الانلت مالتي هو الكنترول. اذا انلت كنترول هاي طريقه في ايجاد السرعه. او اني مثلا طلع عندي الاوتلت كنترول، شلون طلع عندي الاوتلت كنترول؟ من خلال فد بروسيجر معين عرفت انه الاوتلت هو الكنترول ومعادلاته هو الكنترول باختيار الاقطار، فقلت يابا هذا الاوتلت كنترول. اذا نحسب السرعه من خلال طريقه معينه. هسه عندي مثلا اذا كان الانلت كنترول انه الفي اوت، شلون احسبها؟ عباره عن الكيو على اريا اوت. الاريا اوت يعني هي المساحه الموجوده هنا. طبعا بالانلت كنترول الواي ان اقل من واي كريتيكال، متعارف عليه. ليش؟ لان هنا عندي بالمدخل قلنا هي واي كريتيكال، فاكيد هنا الواي ان اقل من واي كريتيكال. لما يصير عندي الانلت كنترول اجي اباوع للدي، اقول الدي تساوي الواي ان. وين هاي الواي ان؟ شوفوا حاطه خط منقط، يعني تقريبا هي مساويه للواي ان الموجوده وين؟ بالقنابل داون ستريم. القنابل داون ستريم اقدر احسب الواي ان مالتها؟ اقدر من خلال معادله مانينج. اخلي هذا معلوم، هذا معلوم، هذه بدلاله الواي ان، وهذا بدلاله الواي ان، وهذا معلوم. والتصريف ايش بيه؟ معلوم انا جايبه من دراسه هيدرولوجيه، فاقدر احسب قيمه الواي ان. اقول تقريبا هو نفس الدي. اذا باستخدام معادله مانينج ممكن اوجد واي ان. اذا كان عندي الكلفرت مالتي بوكس كلفرت راح يصير العرض مالته بي، والارتفاع هو صح هذا كله دي، بس هو ارتفاع المي هنا شي مثل واي ان. هسه الهاي المساحه المائيه ما اقدر احسب اريا اوت، اقدر احسب اريا اوت تساوي الواي ان في البي. واذا كان عندي بارشيال فلو بالبايب، تتذكروا هذا من خلال هذا القانون انه نحسب قيمه الثيتا الخارجيه مثل ما اخذنا بماده الري والبزل. واضح؟ اذا اعتمد اذا الانلت كنترول اروح اباوع للقنابل داون ستريم، احسب الواي ان مالتها، واروح وين؟ اطبقها اقول متساويه للعمق داخل تقريبا مساوي للعمق وين؟ داخل الكلفرت، فاخلي قيمته واي ان راح يصير رقم، وهذا هو البي اذا مستطيل، او هذا هو واي 1 او هذا هو الدايمتر، واحسب قيمه الاريا. احسب قيمه الاريا عندي التصريف، اقسم على الاريا، احسب قيمه السرعه واقارنها في درج معين، اشوف هاي السرعه مؤثره او غير مؤثره. هسه عندي الاوتلت كنترول نفس القانون، هو الفي اوت نحسب الكيو على اريا اوت. الاريا اوت شلون احسبها؟ نيجي ناخذ الاوتلت مال الكلفرت، يعني ازوم على الاوتلت هنا. الجريان ايش بيه هنا؟ جريان سبكريتيكال، الواي ان اكبر من الواي سي. فاجي شو اسوي؟ اجي اباوع للداتا المعطاه اللي هو معطيني شيء مثلا تيل ووتر. اذا التيل ووتر مالتي اكبر من الدايميتر، يعني الاوتلت مغمور، فالدي سمول تساوي الدي كابيتال. فعندي الحالة الأولى إنه الشكل إذا كان عندي بوكس كلفرت راح يصير عندي هاي بي وهذا دي. والحالة الثانية من يكون عندي بايب كلفرت راح يكون القطر مالته كل أخذ مملوء ماء اللي هو دي. فبهاي الحالة المساحة شو تساوي؟ عبارة عن الدي في البي، أو إذا كان مربع يصير دي تربيع، وهاي هو عبارة عن مساحة الدائرة باي على 4 دي تربيع. صارت الأريا معلومة، أطلع الفي أوت من خلال التصريف. الحالة اللي بعدها انه التيل ووتر محصور بين واي كريتيكال ودي. هنا ايش وقت اطبق واي كريتيكال؟ قلنا ذيك الساعة من اشوف التيل ووتر اقل من الدايميتر، يعني بارشيال فلو، اروح عمياء واحسب واي كريتيكال. حسبت واي كريتيكال، اجي اقارنها، هل التيل ووتر بين واي كريتيكال والدايميتر؟ اذا الدي سمول هو يمثل التيل ووتر، فأقول هو هذا التيل ووتر المعطى بالسؤال أخليه كقيمة، وهاي هي البي إذا بوكس كلفرت، أو راح يكون إذا بايب كلفرت راح يصير هو هذا
التيل ووتر، وهذا هو الدايميتر الكلية. ومن خلال التيل ووتر في البي، تيل ووتر في البي راح يعطيني، راح يعطيني المساحة إذا كان بوسكلبر، أو من خلال إيجاد الثيتا، تذكرون شلون نوجدها بالري والبزل، أقدر أحسبه من خلال هذا القانون مال الأريا مال السكتر. واضح؟ الحالة اللي بعدها إنه التيل ووتر أقل من واي كريتيكال، أقل أو يساوي واي كريتيكال، فالدي هو عبارة عن واي كريتيكال، فآخذ إذا كان بوكس كيلفرت فآخذ مثلا البي وهذا هو واي كريتيكال، وإذا كان بايب كيلفرت هذا يمثل هو الواي كريتيكال، وهذا قانونه قانون مستطيل، وهذا قانونه قانون السكتر. أطلع الأريا كيو على أريا، طلعت الفي أوت. هسه نجي الطريقة تصميم الكيلفرت باستخدام النوموغراف اللي هي مال الـ FHWA. خلني جراويكم النوموغراف. هذا هو الـ Hydraulic Design of Highway Culvert، قلت لكم إياه اللي هو الـ FHWA لسنة 2012. هذا هو الكود الإصدار الثالث مثل ما قلت لكم Federal Highway Administration. لو نيجي هسه نشوف، خلينا نستعرض هذا المصدر مالتنا أو هذا الكود، نشوف هنا مثلا صورة المشبك، قلت لكم أكو مشابك نستخدمها حتى نمنع انسداد الكيلفرت، هذا نوع مثلا. نيجي هسه نشوف الأوفر فلو، هذا يمثل شنو الأوفر فلو في حالة انه عندي الدايميتر هنا غير كافي، فراح الميش بي راح يصير يعبر فوق الشارع، فراح يصير عندي اوفر فلو. في هذه الحالة راح يفشل عندي الكيلفرت ويتصرف كأنما وير، تذكروا عندك تصريف هنا منقول والتصريف يصير اوفر فلو، فالتصريف الكلي الموجود هنا راح يكون على جزئين، التصريف العابر فوق الكيلفرت والتصريف داخل الانبوبة. هذا هو قيمة الكي اي حاطة بالابندكس، مسميه ابندكس سي، ومثل ما خلكم يا بالمحاضرات. وهذا هو النوموغراف قلت لكم عليه. شوف هذا هسه بوحدات المترك، متر مكعب بير سكن، وهذا قيم ال اتش دبليو مقسومة على الدي من خلال احسب قيمة الدايميتر ببروسيجر معين. هذاك وهذا بوحدات الـ CFS، وهذا بوحدات الـ CFS. وهنا هاي الشارتات حاط لك إياها اللي هي تمثل critical depth للمقطع الدائري. تدرون المقطع الدائري شفتوها معادلة دي تربيع على 8 تح قوس ثيتا ناقص ساين ثيتا، سد القوس بنصير كيو تربيع اوفر جي اي تكعيب اوفر تي، زين، فراح يكون تراي اند ايرور. فهو سوى هنا سوالك شارتات انه لكل قطر اكو عندك ولكل تصريف، شوف هسه من الرينج مالته من 0 الى 3 وهنا من 0 الى 120 متر مكعب بالثانيه، فلكل تصريف وكل مقطع الى قيمه واي كريتيكال. وهذا بوحدات الفوت. وهنا في حالة انه عندي الاوتلت كنترول والبايب يكون مملوء، يعني الاب ستريم والداون ستريم يكون مغمورات، جاي يشوفون انه يستخدم هذا النوموغراف. وهاي هي قيمة قلت لكم غيرها بالشارت على بدل ال HL سما H، حتى ان شاء الله انه تقدرون تستعينون بها بعد التخرج، لان يعني صراحة انا ما راح ادخلكم ايجاد التصميم باستخدام النوموغراف، نحسبه فقط باستخدام الهات كالكوليشن هسه مثل ما راح نشوف. الطريقة الثانية اللي هو هات ديزاين بروسيجر، ان شاء الله راح نأجل هذا المحاضرة الجاية، وان شاء الله اكون ما طولت عليكم، وشكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة الجاية.